مرحبا بكم أعزائي الطلبة، نتابع معا حصص التعلم عن بعد. أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية مع فصل جديد من رواية أحلام ليبل السعيد. أعزائي الطلبة، قبل البدء في أحداث جديدة للفصل السابع وشخصيات جديدة تظهر، هيا نتذكر أهم الأحداث التي حدثت في الفصل السادس. بعد انتظار الدام 10 دقائق، دخلت مربية الصف السيدة كولومبي إلى قسم مصحوبة بتلميذين جديدين، الشقيقان الأجنبيان أرسلان الخجول وحميدة متقنة اللغة الألمانية التي تصغره عاما. كان متأطئي الرأس، لزم الشقيقان الصمت، وأجابت السيدة كولومبي عن أسئلة التلاميذ بدلا عنهما. أمرت السيدة كلوب الشقيقين أن يأخذا مكان جلوسهما الجديد بجانب، أحسنتم أعزائي، بالفعل بجانب ليبل. أخذ ليبل يسأل أرسلان، والأخير يتجاهله. أخبرته حميدة أن سبب انتقالهما في منتصف السنة الدراسية هو عمل أبيهم الذي أجبرهم على ذلك، وأن أرسلان غاضب لأنه لم يحبذه إطلاقاً. نهر أرسلان أخته بلغتهم الأجنبية، ما جعل الحديث يتوقف مع ليبل إلى غاية نهاية الدرس. هنا منح أرسلان ليبل حبة سكاكر في خطوة مفاجئة من أرسلان. تناولها ليبل واحتفظ بورقتها الحمراء التي تحتوي على كتابة أجنبية يعجز عن فهمها، ولكنه شعر بقيمتها، فهو لن يحصل على ورقة قادمة من الشرق كل يوم. نحن نعرف أن ليبل من بداية الحصة كان مهتما بقراءة كتب عن الشرق. أحسنتم طلابي، هيا نرى ماذا يوجد لدينا من أحداث جديدة. مرحبا بكم أعزائي الطلاب في الفصل السابع من رواية أحلام ليبل السعيدة بعنوان طعام الغداء مع السيدة يعقوب. فوجئ ليبل بعد عودته من المدرسة إلى المنزل بسماع صوت يتحدث في غرفة المعيشة، فهل تراجع والداه عن فكرة السفر؟ اندفع نحو باب الغرفة وفتحه، فشاهد السيدة يعقوب تتحدث بالهاتف وهي جالسة على إحدى الكنبات. كانت السيدة تصف غرفة المعيشة في منزل عائلة متنهايم، 4 كنبات وأريكات جلدية قديمة لا تتناسب أبدا مع الأثاث، ورق الجدران، ليس لديهم ورق جدران على الإطلاق، صحيح، ليس هنا إلا جدران بيض عليها لوحات مجنونة تماما، ليس لديهم أشياء عصرية، ليس عندهم ستائر، تخيلي يا أمي، لا يوجد ستائر مطلقا في المنزل، هذا مؤكد تماما. أرى أن السيدة يعقوب تنتقد كثيرا بيت عائلة متنهايم. هيا نرى ماذا يوجد لدينا من أسئلة على هذه الفكرة. بما فوجئ ليبل بعد عودته من المدرسة؟ بالفعل بوجود السيدة يعقوب في المنزل. هذه التقنية في الكتابة تسمى اندفع فتح فشاهد، بالفعل تعني تسلسل الأفعال. أحسنتم طلابي. لم يكن ليبل يعرف نوعية الصحون التي ينبغي أن توضع على المائدة، لأن السيدة يعقوب لم تخبره عن نوعية الطعام الذي أعدته. لهذا نهض واتجه نحو الفرن الكهربائي ليستطلع ما الذي قامت السيدة يعقوب بطهوه. كانت الطنجرة الأولى مليئة بالمعكرونة العريضة في ماء يغلي. لا بأس، همس ليبل. هيا الآن السؤال الذي يتم عرضه هنا، لماذا لم يعرف ليبل نوعية الصحون التي ينبغي أن توضع على المائدة؟ بالفعل لأن السيدة يعقوب لم تخبره ما نوعية الطعام الذي أعدته. ماذا طبخت السيدة يعقوب على الغداء؟ معكرونة عريضة وضعت في ماء مغلي.
لكن الستائر تجعل الغرفة مظلمة، أجاب ليبل من الباب وهو ما اعتادت أمه أن تقوله. ركضت السيدة يعقوب فزعة نحو الباب. آه، هل عدت يا فيليب؟ سألت وهي تفتعل الابتسام بينما كانت تضع يدها فوق سماعة الهاتف. اذهب إلى المطبخ وارفع الغطاء عن الطنجرة، وقالت له بصيغة الأمر، ثم أضافت سآتي حالا فالطعام جاهز. ذهب ليبل إلى المطبخ بينما ظلت السيدة يعقوب تواصل مكالمتها الهاتفية. إن علي أن أتوقف الآن توقفا تاما يا أمي، فقد عاد الفتى إلى المنزل. هيا اقرأ هذه الفكرة مرة أخرى قراءة صامتة لنرى ماذا يوجد لدينا من كلمات صعبة. الآن فزعة أي خائفة، تفتعل أي تتظاهر. أحسنتم طلابي، هيا نرى ماذا يوجد لدينا من أسئلة كما تعودنا على كل فكرة. ما السبب من عدم وجود الستائر في المنزل؟ من وجهة نظر ليبل ووالدته، بالفعل إن الستائر تجعل الغرفة مظلمة. أحسنتم طلابي. السؤال التالي، استخرج مفعولا فيه من الجملة، هل تتذكرون ما هو المفعول فيه؟ بالفعل هو ظرف الزمان وظرف المكان. أحسنتم طلابي. أين وضعت السيدة يعقوب يدها؟ فوق سماعة الهاتف. أحسنتم طلابي. مع من كانت تتحدث السيدة يعقوب عندما تقول إن علي أن أتوقف الآن توقفا تاما يا أمي؟ بالفعل كانت تتحدث مع والدتها. هيا نرى الآن مجموعة من الأحداث الجديدة بين ليبل والسيدة يعقوب. والآن أعزائي الطلبة، جاء وقت المفاجأة الجديدة التي ستربط بالأحداث السابقة لروايتي، لكنه عندما تأمل الطنجرة الثانية أصيب بالذعر، فقام على الفور بإغلاقها. لقد كانت مليئة بحساء البندورة، حساء البندورة ذلك الطعام الذي لم يخترع العقل الإنساني طعاما أكثر منه قبحا ورداءة وبشاعة. استدار ليبل وهو مملوء بالغضب، وقام عن كرسيه في المطبخ واتجه صوب المرحاض. بقى ليبل واقفا خلف الباب معتقدا أن السيدة يعقوب ستناديه من وراء الباب المقفل كما تفعل والدته، وسيرفض الخروج كي يدلل على ما يعانيه من ألم. بقى هناك نحو ربع ساعة دون أن يناديه أحدا، فخرج بعد أن شعر بالملل. وقبل الخروج ضغط على أداة تنظيف المرحاض وغسل يديه وعاد إلى المطبخ. نرى في هذه الفكرة أنها قد ارتبطت بأكثر عقاب يراه ليبل من وجهة نظره، وهو بالفعل حساء البندورة. أحسنتم طلابي. والآن لماذا أصيب ليبل بالذعر عندما فتح الطنجرة الثانية؟ بالفعل لأنها كانت مليئة بحساء البندورة. أحسنتم طلابي. ما الذي اعتاد أن يفعله ليبل عندما يغضب؟ بالفعل كان يختبئ وراء الباب وتناديه والدته. كم بقى في الوقت من الوقت في الحمام أو في المرحاض؟ بالفعل بقى ربع ساعة. أحسنتم. ربع ساعة كم دقيقة؟ بالفعل 15 دقيقة. أحسنتم. كانت السيدة يعقوب جالسة إلى مائدة الطعام، وكانت قد أزاحت صحنها وبدأت تأكل شيئا شاحب الحمرة في إحدى العلب. كانت المعكرونة موضوعة في أحد الصحون على الطاولة، وإلى جانبها صحن مليء بالسلطة وصحن آخر مليء بحساء البندورة. ها قد عدت أخيرا، قالت السيدة يعقوب
على سبيل التحية لمن؟ لليبل. ثم أضافت: شهية طيبة، هل غسلت يديك بالصابون؟ لكن ليبل رد بصوت مملوء بالتأنيب: أهذا هو حذاء البندورة؟ ثم أضاف: ألم يخبرك أبي أننا جميعا لا نحب هذا الحذاء؟ بلى، لقد أخبرني، ردت السيدة يعقوب، ولكن هذا ليس حذاء البندورة، بل هي صلصة البندورة. هيا نرى الآن ماذا يوجد لدينا من أسئلة على هذه الفكرة. ترى، ما هو هذا الشيء الذي تأكله شاحب الحمرة؟ أنا أرى ربما تكون بعض الفواكه المحفوظة. ربما سنرى، لابد من وجود حدث جديد يبين ماذا كانت تأكل السيدة يعقوب. ما الشيء الذي لا تحبه عائلة ليبل؟ بالفعل هو حذاء البندورة. أحسنتم طلابي. وما زالت الأحداث تدور بين ليبل والسيدة يعقوب على مائدة الطعام. إنها طعام واحد في نهاية المطاف، رد ليبل غاضبا على السيدة يعقوب. قالت السيدة يعقوب: لو أنهما طعام واحد كما تدعي لما كان لهما تسميتان مختلفتان. ردت السيدة يعقوب وهي تملأ صحنها بالمعكرونة، ثم أوضحت: إن الأولى حذاء والثانية صلصة، ليس كذلك؟ ثم تقدمت نحو صحن ليبل ومعها معلقة كبيرة مملوءة بحذاء البندورة، وهي تريد أن تسكبها فوق صحن ليبل المملوء بالمعكرونة. فصاح ليبل: لا، لا تفعلي، وأزاح صحنه بعيدا. هيا ننظر إلى هذه الفكرة، نرى أن الكاتب يهتم بالتفاصيل اهتماما شديدا، دلل على ذلك من خلال هذا المشهد. بالفعل، ملعقة كبيرة مملوءة، يصمم على وصف الملعقة وماذا يوجد بها. صحن ليبل المملوء بالمعكرونة، لابد من وصف الصحن. أحسنتم طلابي. فيليب، هذا سلوك غير مؤدب تماما، فكنت على وشك أن أسكب الصلصة فوق مفرش الطاولة. أعطني صحنك. كلا، لا أستطيع، قال ليبل وهو مملوء بخيبة الأمل، ثم أضاف: لا أستطيع تناول هذا الطعام أبدا. من وجهة نظرك، لماذا أزاح فيليب صحنه بعيدا؟ بالفعل، لأنه لا يحب صلصة البندورة. السؤال التالي: كيف كانت رد فعل السيدة يعقوب عندما أزاح ليبل صحنه؟ بالفعل كانت غاضبة جدا على ليبل. لاحظ من بداية هذا الفصل والسيدة يعقوب تتحدث مع ليبل بطريقة غير لائقة. تابع معي. والآن عزيزي الطالب، جاء وقت قراءتك الصامتة، هل أنت على استعداد؟ الآن السيدة يعقوب غاضبة جدا وتريد أن تشعر ليبل بهذا الغضب. تشعر بالإهانة. يا لها من بداية، هذا أسلوب؟ بالفعل. أحسنتم أعزائي الطلاب، هيا نرى الآن ماذا يوجد لدينا من أسئلة على هذه الفكرة. ما سبب شعور السيدة يعقوب بالإهانة؟ بالفعل، لأن ليبل لم يتناول طعامي. أحسنتم طلابي. بعد ذلك، لما بقيت السلطة الخضراء في فمه؟ لأن السيدة ليبل قد أضافت كثيرا من السكر إلى نكهة السلطة، فكان طعمها واضحا الحلاوة. أحسنتم طلابي. اربط هذا الموقف بالحديث الشريف: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إذا اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. صحيح، هنا ليبل عمل بالحديث الشريف،
فهو ترك الطعام. أحسنتم طلابي. قد مضغ لي اللقمة الأولى من السلطة طويلا، ثم أقدم بعد صعوبة على ابتلاعها بشجاعة. هل تسمحين لي بأن أغسل صحن السلطة؟ سأل لي بالحذر. تغسل السلطة؟ ردت السيدة يعقوب وهي تفكر مليا، إن كانت قد سمعت ما قيل لها على نحو دقيق. هل تريد أن تقول إنني امرأة غير نظيفة؟ كلا كلا، رد ليبل بسرعة وأوضح قائلا إن طعمها غريب وأنا غير معتاد على هذا الطعم، إن مذاقها حلو تماما. هذا يرجع إلى السكر، أوضحت السيدة يعقوب، ثم سألته ألا تصنعون نكهة السلطة من الخل والسكر؟ الآن يوجد لدينا الكثير من أنواع الأساليب هنا، هل تسمحين لي؟ ما نوع هذا الأسلوب؟ بالفعل هو أسلوب استفهام. الآن أنا غير معتاد على هذا الطعام، إن طعمه غريب، أسلوب تعجب، ألا تصنعون نكهة السلطة من الخل والسكر؟ بالفعل هو أسلوب استفهام. والآن لما اقترح لي بالغسل صحن السلطة؟ بالفعل لكي يخفف حلاوة طعم هذا الصحن. أحسنتم طلابي. لا إطلاقا، إن مذاق السلطة عندنا حامض تماما، أكد لها ليبل. حسنا، ستكون السلطة في المرة القادمة حامضة المذاق، لكنني لن أسمح لك أن تقوم بغسلها، فهذا جنون. ثم إنك تبدو لي ولدا مدللا عصيا على الإصلاح. لا، لن نستطيع التفاهم إن بقيت على هذه الشاكلة، فأنا لا أستطيع أن أطهو صنفين من الطعام أو 3 أصناف، لأن هذا الشاب الصغير لا يستطيع أن يأكلها. فإن كانت الصلصة لا تناسبك والسلطة لا تعجبك، فعليك أن تأكل المعكرونة. أم ترى يتوجب عليك أن تغسلها هي الأخرى لأنكم تأكلونها دون ملح؟ لم يحر لي بالجواب، ولم تنتظر السيدة يعقوب منه أن يجيب، لكنه اكتفى بأنه أزاح بالملعقة السلطة المقومة نحو المعكرونة ونقلها إلى طرف الطبق وبدأ يأكل المعكرونة. وكانت السيدة يعقوب قد شارفت على تناول ما في علبتها الصغيرة من طعام. أنا أرى أن العلاقة متأزمة جدا بين السيدة يعقوب وليبل. هيا نرى ماذا يوجد لدينا من أسئلة هنا. ما نوع هذا الأسلوب؟ أم ترى يتوجب عليك أن تغسلها هي الأخرى لأنكم تأكلونها دون ملح؟ بالفعل هو أسلوب استفهام، ولكن ما الغرض هنا من هذا الأسلوب؟ بالفعل هو الاستهزاء، هي تستهزئ بليبل وطعامي. ما معنى شارفت؟ بدأت. أحسنتم طلابي. والآن أعزائي الطلبة، جاء وقت الإجابة عن السؤال الذي يقول ماذا يوجد في علبة السيدة يعقوب؟ هيا نرى ماذا يوجد لدينا في هذه الفكرة. ماذا تأكلين يا ترى؟ إن هذا ليس صلصة البندورة، قال ليبل وهو ينتقي المعكرونة من طبقه باستياء. إنني أأكل اللبن مع التوت واللبن مع التفاح، وقد مزجتها معا. إن أردت أن تعرف ماذا أأكل على وجه الدقة، ثم أضافت إن علي الانتباه إلى قوامي على العكس منك، فالمعكرونة تسبب السمنة. هل أخذت اللبن من ثلاجتنا؟ أراد ليبل أن يستفسر. بالطبع، لماذا؟ هل من غير المسموح أن أخذ اللبن من الثلاجة؟ تساءلت السيدة يعقوب. وماذا فعلت بأغطية العلب؟ تساءل ليبل وهو في قمة التوتر. هيا نرى ماذا يوجد لدينا من أسئلة. لماذا لم تأكل السيدة يعقوب المعكرونة؟
بالفعل، لأنها تسبب السمنة وهي تريد أن تحافظ على قوامها. هل الاستفسار ليبل عن مصدر اللبن؟ بالفعل، لكي يسأل عن أغطية العلب الذي يقوم بتجميع النقاط. هيا نرى لقد تأزم الموقف مرة أخرى مع ليبل والسيد يعقوب. هل ستكون قد رميت أغطية العلب؟ أم إنها قد احتفظت بها؟ سنرى الآن. والآن أعزائي الطلاب، جاء وقت الحوار والمشادة بين السيدة يعقوب وليبل. هيا نرى، أي أغطية تعني؟ سألت السيدة يعقوب. أغطية علب اللبن؟ إنني بأمس الحاجة للنقاط، صاح ليبل. أي نقاط؟ نقاط التجميع التي توجد فوق الغطاء. أين هذه الأغطية؟ آه، أنت تعني سدادات علب اللبن؟ إنها في سلة المهملات. أنا آسفة، فأنا لا أعلم أن فوقها نقاط. طرق ليبل طعامه وهرع صوب سلة المهملات وأخذ يفتش بين النفايات على الأغطية التي توجد فوقها نقاط التجميع. ماذا تفعل هناك؟ يا للقذارة، هل أنت مجنون؟ صاحت السيدة يعقوب وقد هرعت نحوه محاولة إبعاده عن سلة المهملات. هيا نرى الكلمات الصعبة التي توجد في هذه الفقرة. سدادات، كلمة جمع ومفردها سدادة. يفتش، يبحث. يا للقذارة، أسلوب تعجب. هل أنت مجنون؟ أسلوب استفهام. هرعت، أسرعت. الآن، هذه التقنية في كتابة الرواية تسمى الحوار. يوجد أسئلة وإجابة. أحسنت. وهذه التقنية عندما طرق ليبل طعامه وهرع صوب سلة المهملات. بالفعل، هو شرح الحدث. أحسنتم طلابي. كان ليبل قد عثر في تلك الأثناء على الغطاءين، وكان ملتصقين بالعبوات التي كانت تحوي المعكرونة. فقام ليبل بانتزاعهما ودسها في جيبه على الفور قبل أن تتمكن السيدة يعقوب من الحصول عليهما. فيليب، ارمي النفايات في الحال، صاحت السيدة يعقوب بتوتر. إنها ليست قمامة، حاول ليبل أن يوضح لها. إنها في الواقع لا تعترض. أفرغ ما في جيوبك حالا، قف مكانك ولا تتحرك، والقذارة في جيبك. مد ليبل يده في جيبه واستخرج ما كان فيها من أشياء كان يحتفظ بها: غطاء علبة اللبن التي تناولها في الصباح، وما عليها من نقاط، وورقة الملبس التي كان أرسلان قد أعطاها له، وغطاء العلبتين اللتين بالفعل رمتهما السيدة يعقوب. هيا نرى الآن ماذا يوجد لدينا من أسئلة على هذه الفقرة. كيف تصرفت السيدة يعقوب عندما التقط ليبل الأغطية في سلة المهملات؟ بالفعل، صاحت عليه: أنا أرى أن السيدة يعقوب لا تستطيع التفاهم مع ليبل أبدا. هيا نرى كيف سيتطور الوضع بين السيدة يعقوب وليبل. وبدلا من أن تدعه يقوم بفصل الغطاءين، قامت السيدة يعقوب بانتزاع كل ما في راحة يديه، ثم مزقته وكورته ورمت به في سلة المهملات. والآن اغسل يديك وأنت مكانك. هل تسمعني؟ يا إلهي، إن هذا أمر مقزز. أين الصابون في المطبخ؟ وكان وجهها قد احمر جراء الإثارة والتوتر. يا لها من وقاحة، صاح ليبل في الوقت نفسه: لقد رميت في سلة القمامة بكل شيء. فقد كان في جيبي ورقة الملبس ونقاط العلبة التي تناولتها في الصباح. لم يكن كل شيء قذرا، لقد أضعت علي ثلاث نقاط. هيا الآن نرى، هل يوجد هنا كلمات صعبة؟
كورته أي جعلته على شكل كرة. جراء الإثارة أي نتيجة للإثارة والتوتر. هيا الآن ماذا يوجد لدينا من أسئلة؟ ماذا لو تعارضت اهتماماتنا مع سلامتنا؟ أيهما علينا أن نختار؟ بالفعل سلامتنا أولا. الآن اربط ذلك بالظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا كوفيد. لابد من غسل أيدينا بالماء والصابون دائما والحفاظ على سلامتنا، صحيح؟ والآن هل توافق السيدة يعقوب على تصرفها؟ نعم، لأن ليبل عندما التقط الأغطية من سلة المهملات فأصبحت كل الأشياء التي توجد بيد ليبل أصبحت الآن غير نظيفة، ولكن أنا أرى أن السيدة ليبل هل من الممكن أنها قد تتعامل بطريقة ألطف وأجمل مع ليبل؟ هيا نرى أين سيصل الوضع بين ليبل. والآن عزيزي الطالب، جاء وقت قراءتك الصامتة، هيا اقرأ معي. حذرة أي تأخذ الحذر. والآن هل يوجد لدينا أسئلة على هذه الفكرة؟ نعم، ما الطريقة المثلى لغسل اليدين وتعقيمها في وقتنا الحالي؟ هيا نستخرج من هذه الفكرة غسل أصابعك ويديك بطريقة صحيحة بالماء والصابون، صحيح؟ على ما تدل العبارة بقدر من التسامح، إنها أصبحت الآن تشعر ربما ببعض اللوم من ناحية ليبل، وأنا أعتقد إنها ستقوم بتغيير طريقة المعاملة، لأن أرى أن السيدة يعقوب من بداية هذا الفصل وهي تتعامل مع ليبل بطريقة قاسية جدا، سنرى ذلك. وضع ليبل يديه تحت رأسه وأخذ يحدق في سقف الغرفة. لقد أضاع 3 نقاط ورمت بها في سلة المهملات. كان يشعر بالغضب الكبير، فقرر أن يذهب عند العصر إلى السيدة يشكي ويحكي لها كل شيء. فلا شك أنها ستتفهم مشاعره، فهي الأخرى تجمع النقاط وتعرف طول المدة التي يحتاجها المرء ليتمكن من جمع 100 نقطة. أنا أرى أن قرار لي بالقرار صحيح جدا، هو يحب السيدة يشكي وهي تتفهم له جيدا. هيا نرى ماذا يوجد لدينا من أسئلة. ما معنى كلمة يحدق؟ بالفعل هو ينظر بقوة، وهذه الحركة تدل على غضبه وكثرة تفكيره في 3 نقاط قد ضاعت في سلة المهملات. والآن لجأ ليبل إلى السيدة يشكي عند غضبه. لمن تلجأ أنت؟ أكيد إلى أحد الوالدين، صحيح؟ ولكن في حالة سفر الوالدين إلى من تلجأ؟ حاول أن تفكر في الموضوع. والآن أعزائي الطلبة، جاء وقت تلخيص الفصل السابع. هيا نرى ماذا يوجد لدينا من أحداث مهمة في هذا الفصل. تفاجأ ليبل بعد عودته إلى المنزل بوجود السيدة يعقوب تتحدث هاتفيا باشمئزاز مع والدتها عن بيت عائلة ماتنهايم، ومن اكتشفت عودة الطفل حتى تصنعت الابتسام وأمرته أن يقوم بتحضير المائدة. اجتمع بعدها لتناول الغداء. استاء ليبل كثيرا بعد أن علم أن وجبة الغداء مكونة من حساء البندورة الذي يكرهه وسلطة حلوة اعتادها أن تكون حامضة. لكن ما حز في نفسه أكثر هو رمي السيدة يعقوب لعبوات الحليب الفارغة التي تحوي على نقاط يحتاجها. هرع ليبل نحو سلة القمامة يبحث عنها حتى وجدها، وقام بانتزاع أغطية النقاط عنها ودسها في جيبه، الأمر الذي جعل السيدة يعقوب يجن جنونها، فأمرته أن يفرغ كل ما في جيبه، وامتثل ليبل أمرها مستاء خاضعا.
بعيدا عن ذلك، قامت السيدة يعقوب بانتزاع كل أشيائه منه، ثم مزقتها وكورتها ورمتها في القمامة، حتى ورقة السكاكر التي منحها إياه أرسلاه. والآن عزيزي الطالب، جاء وقت الإجابة عن الأسئلة. طعام الغداء مع السيدة يعقوب. حدث في هذا الفصل أمران سببا لليبل الغضب والانزعاج الشديد، اكتبهما هنا. هل نتذكر معا؟ أولا، وجود حساء الطماطم أو البندورة التي لا يحبها أبدا ليبل. ثانيا، ضياع 3 نقاط من أغطية اللبن ورميها في سلة المهملات. السؤال التالي، ظهرت السيدة يعقوب في هذا الفصل متعالية بعض الشيء ومتشنجة. اقرأ من الفصل ما يدل على كل صفة من الصفتين. أولا نأتي لكلمة متشنجة. والآن اغسل يديك وأنت مكانك، هل تسمعني؟ يا إلهي، إن هذا أمر مقزز، أين الصابون في المطبخ؟ كان وجهها قد احمر جراء الإثارة والتوتر. متعالية، استخرجهما من القمامة، وبدلا من أن تدعه يقوم بفصل الغطاءين، قامت السيدة يعقوب بانتزاع كل ما في راحة يديه، ثم مزقته وكورته ورمت به في سلة المهملات. كانت السيدة يعقوب جالسة إلى مائدة الطعام، وكانت قد أزاحت صحنها، وبدأت تأكل شيئا شاحب الحمرة في إحدى العلب. كانت المعكرونة موضوعة في أحد الصحون على الطاولة، وإلى جانبها صحن مليء بالسلطة، وصحن آخر مليء بحساء البندورة. ها قد عدت أخيرا، قالت السيدة يعقوب على سبيل التحية لمن؟ لليبل. ثم أضافت، شهية طيبة، هل غسلت يديك بالصابون؟ لكن ليبل رد بصوت مملوء بالتأنيب. والآن أعزائي الطلاب، قد انتهت حصة اليوم مع الفصل 7 من رواية أحلام ليبل السعيدة. أراكم الحصة القادمة إن شاء الله، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.